استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بالديوان العام بالوزارة اليوم سعادة السيد جولي لومو بيكي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا. وخلال اللقاء رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السيد جولي لومو بيكي معربا عن اعتزاز مملكة البحرين بعمق علاقات الصداقة مع جمهورية إيطاليا وما تتميز به من انفتاح وتطور مستمر على مختلف المستويات، مؤكدا أهمية استمرار تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين الصديقين بما يعزز التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المحافل وإزاء كافة القضايا ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. من جانبه أعرب سعادة السيد جولي لومو بيكي عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية مؤكدا حرص جمهورية إيطاليا على تطوير علاقات الصداقة مع مملكة البحرين على مختلف الأصعدة متمنيا للمملكة دوام التقدم والازدهار.